إلى الشنيرة الأمنية، حيث علمت قناة ميديانا إرهابيا خطيرا سلم نفسه صباح اليوم لمصالح الأمن بقرية سيوان دائرة ولاد عطية بولاية سكيكدا. الإرهابي سلم نفسه رفقة 3 نساء وثمانية أطفال بعد اتصالات قادتها قوات الجيش معه لمدة شهور، وذلك في سياق إجراءات المصالحة الوطنية. أمنيا دائما، تمكنت مصالح الأمن الحضري لبلدية بالعالية أو بالعايبة بولاية المسيلة في عملية نوعية من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تمتهن سرقة المركبات وتفكيكها. هذا وقد مكنت العملية من استرجاع حافلة من نوع كوستر مسروقة وكمية معتبرة من قطع الغيار وهياكل المركبات. بناء على شكوى سرقة مركبة، باشرت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالعايبة تحرياتها التي أفضت في ظرف قياسي إلى تحديد مكان تواجدها. تم إلقاء القبض على 3 متورطين في هذه الشبكة المختصة في سرقة السيارات وتفكيكها، مع استرجاع المركبة محل السرقة والتي هي عبارة عن حافلة من نوع كواستر، عدد أيضا من قطع الغيار وهياكل المركبات. تمت مواصلة التحريات من طرف مصالحنا في هذه القضية النوعية بالتنقل لولايتي باتنا والجزائر العاصمة، مكنت أيضا من توقيف المتورط الرابع في هذه الشبكة التي تنشط في 3 ولايات.